نحو عمل إفريقي مشترك للخمس سنوات المقبلة لمجابهة الأخطار والكوارث. يأتي التحذير لبرنامج الجزائر ضمن أولويات الاجتماع الإفريقي الرابع للمدراء العامين للحماية المدنية. ووزير الداخلية والجماعات المحلية يؤكد التزام الجزائر لمواصلة جهودها في التنسيق مع كل الدول الإفريقية لرسم معالم أفق جديدة في التصدي لآثار المخاطر الكبرى. إن اختيار الجزائر من قبل المنظمة الدولية للحماية المدنية لاحتضان هذا الملتقى نرى فيه وقفة عرفان وتقدير لمكانة الجزائر ودورها المحوري في القارة الإفريقية. لهذا ستظل مجندة وستضع كل الوسائل المتاحة لغرض حماية شعوب قارتنا السمراء من الكوارث عن طريق جهاز الحماية المدنية بتكوين وتأهيل عناصر الحماية المدنية للبلدان الإفريقية، وذلك بفتح أبواب المدرسة الوطنية للحماية المدنية أمام المتربصين من الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية، علما بأن الدولة الجزائرية تخصص كل سنة 50 منحة للتكوين في ميدان الحماية المدنية. استعداد من الجزائر لتقاسم الخبرة والتجربة قاريا كنتيجة للعناية التي أولتها السلطات العليا في البلاد لهذا القطاع النبيل. الدولة الجزائرية تهتم كثيرا بتطوير إمكانيات وقدرات الحماية المدنية الإفريقية، وهذا اقتناعا منها بأن الكوارث ليس لها حدود ولا تعترف لا بالأجناس ولا بأي شيء. وموقع التنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية يجعل الجزائر في الواجهة. جدول الأعمال اللي راح ندرسوه اليوم هو راح يحضر برنامج إفريقي للحماية المدنية لمدة 5 سنوات 2025، وهذا البرنامج ينطلق من خلال تقارير للدول الإفريقية حسب احتياجاتها. كما تعلموا أن الجزائر بالنسبة للدول الإفريقية، أقول الحماية المدنية الجزائرية بالنسبة للدول الإفريقية هي قوة وتعتبر مرجعية ومحورية في مجال التنظيم والتدريب والقوات البشرية والإمكانيات المادية. L'Algérie est donc un pays phare de l'organisation. L'Algérie a occupé à plusieurs reprises les postes de président du conseil exécutif et de président de l'Assemblée générale, et beaucoup de pays africains ici présents bénéficient de bourses de formation pour leurs cadres à travers les formations dispensées à l'École nationale de protection civile d'Alger. Donc nous voulons demander aux autorités algériennes de poursuivre et d'intensifier ces efforts en direction des autres pays africains. C'est vrai, nous n'est prophète chez soi, mais nous sommes venus, nous avons vu une protection civile en plein développement. وعن مهنية الحماية المدنية في تعاملها مع مختلف الكوارث والحوادث، تكرم وزير الداخلية بالدرع الشرفي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والمدير العام للحماية المدنية بوسام الضابط.